وهذا سائل يقول: هل الذهاب للطبيب هو مثل الاسترقاء، يمنع من أن يكون لا الذهاب إلى الطبيب لا بأس به، تداووا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، هذا من المباح، هذا من المباح. واللي يبي يصبر على المرض يقول أنا أبي الأجر، ما يخالف، يبي يصبر على المرض ولهم تداوي يبي الأجر ما يخالف، كيف؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لأن الدواء، يقولون الدواء، التداوي ما يجب، التداوي عند الحنابلة لا يجب، ولهذا يقولون يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، هذه عبارة متن الزاد. نعم، مباح أو مباح عندهم، إن تداويت فلا بأس وإن تركته فلا بأس. نعم.